على اذن سيادتك. طلع لمين حضرتك؟ لا ده انا كنت بحاول الحق الاستاذه اللي طلعت عشان وقع منها حاجه وهي نازله من التاكسي. اه الانسه منى اللي لسه طالعه حالا دلوقتي؟ اه. طب اتفضلي حضرتك وانا هطلع معاكي. لا طبعا ما يصحش اطلع اخبط على ناس ما اعرفهمش. طب حضرتك ممكن تديني الامانه اللي معاكي وانا هطلعها لهم. لا معلش اصل دي امانه بس هقول لك على حاجه. حظك بقى معيش فكه. شكرا يا هانم شكرا. العفو انا بس كان ليا عندك طلب. لو معاك نمرتها او نمره حد من عيلتها بحيث ان انا اقول لهم ان الامانه معايا واكلمهم واستاذنهم قبل ما اخبط عليهم. بص حضرتك يا ساكنه مع ستها انا هديك رقم الحاجه. شكرا.